السلام عليكم وأهلا بكم من جديد. نقوم بإصلاح التمرين الثالث من اختبار 2006. إذا السؤال الأول، لدينا معين أو إي جي في المستوي بحيث أو إي أو جي متعامدان وأو إي يساوي أو جي. أرسم النقطتين أ و بي. النقطة أ هي -2 3، -2 3، والنقطة بي هي 2 3. هذه النقطة، إذا عيننا نقطتين A و B. 2 هي الفاصلة و3 هي الترتيبة بالنسبة لي B. 2 3. إذا السؤال B بين أن النقطتين A و B متناظرتان بالنسبة إلى أوجي. لنبين أن النقطتين متناظرتان بالنسبة إلى أوجي، يجب أن يكون لهما نفس الترتيبة وفاصلتان متقابلان، وهو الحال بالنسبة لـ A و B. لدينا فاصلة A هي -2 وفاصلة B هي 2. إذا السؤال B، لدينا فاصلة A هي مقابل فاصلة B، وترتيبة A هي نفسها ترتيبة B. إذا A و B متناظرتان. إذا A و B متناظرتان بالنسبة إلى O G. أو بإمكاننا كتابة A و B لهما طريقة ثانية. A و B لهما نفس الترتيبة وفاصلتان متقابلتان، إذن فهما متناظرتان بالنسبة لوجي. إذن بإمكاني اختيار أحد الطريقتين. إذن بين النقطتين A و B متناظرتان بالنسبة إلى OG. السؤال الثاني، أرسم النقطة D مناظرة النقطة A بالنسبة إلى O. إذن هذه النقطة D مناظرة النقطة A بالنسبة إلى O، يعني أن O هو منتصف AD. بإمكاننا الرسم بالبركار أو بالمسطرة. إذا هذه النقطة D، حدد إحداثيات النقطة D. إذا من خلال الرسم نرى أن إحداثيات النقطة D هي: أولا الفاصلة هي 2، والترتيبة -3. إذا إحداثيات النقطة دي هي 2 -3. نكتب دي 2 -3، هذه هي إحداثيات النقطة دي. إذا نعين النقطة D بحيث يكون الرباعي OBCD متوازي الأضلاع. هنا تكون النقطة C. ما هي إحداثيات النقطة C؟ إذا من خلال الرسم، النقطة C فاصلتها 4 وترتيبتها 0. إذا بما أن C تنتمي إلى محور الفاصلات، فإن ترتيبتها هي 0، نقطة C 4 0. بين أن الرباعي O B C D معين. لنبين أن الرباعي O B C D هو معين، ماذا نعلم؟ نعلم أن O B C D هو متوازي أضلاع، هذا معطى.
إذن لكي نبين أن أوبس دي معين، يكفي أن نضيف خاصية من خاصيات المعين، وهي نبين أن القطرين متعامدان، أو نبين أن له ضلعان متتاليان متقايسان. مثلا نبين أن الضلعين OD و OB متقايسان، فنبين أن الرباعي هو معين. ماذا لدينا؟ نعلم أن او بي سي دي متوازي اضلاع، توازي الاضلاع. هذه المعلومة الأولى. يكفي أن نبين أن له ضلعان متتاليان متقايسان. لدينا OA تساوي OD، OA تساوي OD. لماذا OA يساوي OD؟ لأن A منادرة D أو D منادرة A. بالنسبة لي A منادرة D بالنسبة لي O. إذا نعلم أن A منادرة D بالنسبة لي O. إذا O منتصف AD، وبالتالي OA يساوي OD. الآن نبين أن OA يساوي OB. ماذا نعلم؟ نعلم أن A و B متناظرتان بالنسبة لي OG. بينا في سؤال ب، نعلم أن A و B متناظرتان بالنسبة لي OG. إذا ماذا يمثل أو جي بالنسبة لقطعة المستقيم AB؟ يمثل الوسط العمودي لـ AB، بأن A و B متناظرتان بالنسبة إلى أو جي، فإن أو جي هو الوسط العمودي لقطعة المستقيم AB. إذا أو جي هو الوسط العمودي للقطعة AB. نعلم أن أي نقطة من وسط العمودي تبعد نفس البعد عن طرفي القطعة، و O نقطة منه، إذن فهي تبعد نفس البعد عن A و B. إذن O A تساوي O B. بينا أن OA تساوي OB. بينا أيضا أن OA تساوي OD. نسمي هذه واحد، ونسمي هذه اثنان. إذا من واحد واثنان نستنتج أن OD تساوي OB. إذن الرباعي OBCD، الرباعي OBCD معين. وبهذا نكون قد أنهينا التمرين. نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله.